هدفك حسد او سحر ممكن تروح الراقي الشرعي او تروح الطبيب نفسي؟ والله هي الاعراض مال السحر تشبه اعراض يعني المرض النفسي. اول شيء اراجع الدكتور النفسي اشوف شنو الوضع، يعني اذا شفت ماكو حل اراجع يعني بالقران رقيه، اشوف راقي شرعي اسوي رقيه ونفس الشيء، بس اعراضها يعني قريبه على اعراض السحر، يعني اعراض النفسيه كلش مشابه للسحر والحسد. انت تؤمن بوجود السحر والحسد والمس؟ طبعا، بس هو موجود بالقران، يعني موجود لازم نربيه، يعني موجود بالقران. طبعا هي موضوع الحسد متداول عند الناس، فاكثر الناس اللي ما عندهم اسس علميه او ثقافه يلجؤون للحسد والشعوذه. بس هي طبيعه يعني انت اذا تريد علميا لازم تتجه للطبيب، لأن الطبيب اتخذها عن دراسة وعن تجربة وعن مختبر وعن فحص يؤدي إلى العلاج الصحيح. وأنفي نفي تام موضوع الشعوذة واللجوء إلى المشعوذين، بس مبدئيا إذا نتجه إلى الشغلات الروحانية، يعني كل إنسان مؤمن بقضية تخصه دينية والتوحيد والرب واحد. لا أنا بالنسبة لي الراقي الشرعي. ليش؟ باعتباره هذن الشغلات يعني اختصاص الراقي الشرعي. انت تؤمن بوجود السحر والحسد؟ اي نعم، لان ذكرت بالقران بالاحاديث النبويه الشريفه موجود الحسد، لانه ذكر في القران الكريم في سوره الفلق وموجود في سوره الناس. هاي الايتين المعوذتين موجود بها يشير انه موجود الحسد. انا ما اؤمن بهذه الامور، سحر ومس وكذا. اذا نرجع للإسلام ونستند على القرآن، القرآن يقول كذب المنجمون ولو صدقوا. إذن لو نستند على القرآن لو نمشي بمخيلاتنا أكيد أروح للطبيب النفسي. لا أنا أفضل أنه الجانب العلمي أكثر من أعمال السحر والشعوذة، يعني أراجع دكتور نفسي أفضل.